السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير هاني. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، وانا رجعت لكم ان شاء الله فيديو جديد. مرحبا بكم ان شاء الله في الفيديو ديالي اليوم. ان شاء الله انا اعطيكم شي نصائح، شي منتوجات كما قلتوا في العنوان، شي منتوجات خديتهم من بيب ولقيت فيهم نتيجه، ولقيت فيهم الصراحه ما نقولش لكم حد النتيجه، يعني تستحق تستحق تجرب وتستحق نقولها لكم حتى نتوما راكم بحال خواتاتي. يعني شي حاجه انا كيف قلت لكم لقيت فيها النتيجه، حتى ان شاء الله بغيت اليوم نجربها مع نقولها لكم ان شاء الله باش حتى نتوما تستافدوا منها. يعني ما كاينه حتى شي مشكل. اول حاجه ان شاء الله البنات اللي كيشوف الفيديو ديالي ما ينساش يضغط على اللايك ويضغط على الجرس باش ان شاء الله ديما يوصلوا الجديد ديالي اللي كننزل، وما تنساوش التعاليق الزوينه ديالكم وخليكم معايا. اول حاجه ان شاء الله كيف قلت لكم اول حاجه هو هذا البرودوي، هذا ما نقولش لكم راه زوين بزاف وخطير خطير وحق الله العلي العظيم. هذا جربته، يعني شنو نقول لقيت فيه واحد الراحه ما نقولش لكم. راه اي سيده في البيت ضروري ما كتبغي يعني شي حاجه يعني تلقى فيها الراحه، يعني ما تبيش ما تعذبش فيها. اول حاجه انا هذا البرودوي لقيت فيه الراحه، راه ديجا جوج مرات شاركته معكم الطريقه كيفاش. المهم حتى اليوم دخلوا عندي شي ناس جداد مرحبا بهم في القناه، وبغيت ان شاء الله نشاركها معاهم حتى هما ان شاء الله يستافدوا منه. هذا البرودوي هذا في نقول لكم كاين ديال الحامض وكاين نوع اخر. مهم انا لا انصحكم هو ديال الحامض، ديما خذوا ديال الحامض هو اللي كيخرج الماعن. هذا علاش كيصلح البنات، كيصلح الفرنو، كيصلح البانيو ديال الحمام، كيصلح الروبيني يعني لافافو ولا ديال الكوزينه. وقلت لكم ديما ديال الحامض. وبالنسبه للطنجرات حتى هو كيخرجهم هاك كيشعلوا. الطريقه باش تغسلوا الطنجرات ما عليكم الا بلاستيكه، دابا ان شاء الله غنشارك معكم. يقدروا القدام يكونوا عارفين، شاركت معهم واحد ناري الطريقه كيفاش كنغسل الطنجرات وغيكونوا شافوا. ثاني حاجه البنات هو هذا البرودوي، هذا كما كتشوفوا راه نفس الماركه. مع هذه الماركه هذه هي اللي تناخذ، يعني زوينه الكاليتي ديالها زوين صح، لقيت فيها واحد النتيجه. هذا البرودوي هذا ما نقولش لكم هذا ضروري اتجربوه، اتجربوه ان شاء الله وغتشكروني بزاف. هذا البرودوي كيصلح الفرنو حتى هويا والفران كما كتشوفوا، انا كتشوفوا معايا كيصلح الجليج، كيصلاح السراجم حتى هو يعني عندكم شي سراجم موسخ، يعني ما نقولش كيف قلت لكم حتى هويا كيصلاح ليه كيف كاتبين هنايا، حتى هو زوين خطير. هذا البرودوي هذا كنصحكم ان شاء الله تجربوا تلقاو فيه النتيجه. ثاني حاجه البنات هو هذا الصابون ديال الماعن، ما نقولش لكم واعر. كان اول حاجه كيرغي، ثاني حاجه ما كيمشكش اليدين وزوين وكيدي ليا، والله تيكيدي ليا. هذا قلت لكم تيرغي، تندير غير شويه كيرغي كيغسل ليا الماعن. واول ثاني حاجه ما كيمشكش اليدين. رجعوا لهذا العاوتاني، هذا الماء هذا ديال الزاج ديال الشراجم واعر، عاد كيخرج الشراجم هاك كيشعلو. جربته صراحه ولقيت فيه واحد النتيجه. هاد البرودويت كاملين اللي كيتقاداو لي كنعاود نشريهم من بيم، صراحة ما كنفرطش فيهم حيت لقيت فيهم واحد النتيجه. وانا تنقول لكم من هذاك النوعيه اللي عز عليا النقا بزاف. تخيلوا راه ما نقولش لكم راه فيه بحال شي وسواس ديال النقا، عز عليا اي حاجه تكون نقيه والريحه تكون فنه الصراحه. وبغيت ان شاء الله نشاركها معكم. وهذا عاوتاني في البوطاجي، الا كان عندكم حق نقيتو الحوت ولا البيض رشوها بحال هكايا في البوطاجي، الريحه كتمشي ما كتبقاش، انا قلتها لكم حتى هي عطاتكم فيها معلومه. وهاد الحلفات حتى هما ديال الماعن زوينين الصراحه، كيبقاو لي ماشي زعما نقول كيبقاو، المهم كيديو ليا وزوينين كيخرجوا الماعن، يعني كيحكوا الماعن تيخرجوا الماعن الصراحه. وهاد الجيكس حتى هو واعر الصراحه، ما كيصديش وزوين وما كيقمش الماعن، راه حتى هو استعملته الصراحه ولقيت فيه واحد النتيجه. وهاد المنادل هادو ديال الشراجم
حتى ما خديتهم من بيم، هادو خاصين غير بس الشرجم تمسحي به الشرجم ديال الدجاج حتى هويا راه نفس الماركه ديال الحلافي، نفس الماركه ديال هاد المنادل هادو كيف قلت لكم، حتى هويا واعر زين وكيخرج الشراج. وهاد المنادل عاوتاني ديال البوطاجي حتى هما الصراحه جربتهم، وهاد كنقول لكم انا على هاد الماركه جربتهم الصراحه ولقيت واحد النتيجه، يعني ملي كندوز على البوطاجي الماء ما كيبقاش وحق الله العلي العظيم وكيدي ليا حتى هويا قلت لكم تستافدوا منه. وهاد الطابي ديال الكوزينه كما كتشوفوا الكاغيط هذا ما نقولش لكم واعر واعر بزاف الصراحه وزوين. انا هذا باش عجبني البنات بهذه الطريقه، هذه انا عندي واحد مستعمله بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، كان الاخر تيكون فيه بحال هكايا تيكون فيه حتى لهنا، اما هذا الا بغيتي تاخذي كتاخذي غير طريف صغير يعني على هذا تاخذي يعني الا كنتي محتاجه غير هذا تاخذي غير هذا ما تحتاجيش تاخذي يعني جوج كما كتشوفوا، حتى هو عجبني وحتى هو كينشف الماء وزوين. هذيك الماركه اللي وريتكم شنو اخر ورجعوا لهذا المعطر هذا ديال الحوايج الملابس، عاتي ما نقولش لكم الصراحه كيخلي في الريحه في الملابس واعره والله. بغيت نشارك معكم راه كاين جوج، كاين هذا الوردي وكاين الزرق، انا كناخذ الوردي، الوردي هو اللي عجبني الصراحه وعجبتني الريحه ديالو، انا قريب يتقاد عليا كما كتشوفوا زوين حتى هو خديته من بيت. قلت لكم هاد المواد كلهم كناخذهم من بيت كيتقاداو لي ونعاود عاوتاني نشريهم. ونجيو لهذا هذا المسحوق الرائع هذا الزيرو ما نقولش لكم خديته كنت دايرين هنايا قال لك كيحيد الطبايع شفتوا معايا ما نقولش لكم والو خرج لي الزيرو ما عجبنيش حتى هو بغيت نشاركو معاكم. كيف قلت لكم شي حاجه زوينه نشاركها معاكم شي حاجه خايبه يعني اللي جربتها حتى نشاركها معاكم نعطيكم فيها معلومات باش تستافدوا منها. وهذا المسحوق ما ننصحكمش تشريوه من بيم الا هذا زعما راه ما خرج لي زوين صافي. وهذا هو الفيديو ديالي ان شاء الله اليوم، السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ديالي، كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم وبسلام عليكم. كيف قلت لكم هاد المواد هادو يعني جربتهم ولقيت فيهم واحد النتيجه وبغيت نشاركها معكم، وخليت لكم الراحه وما تنساوش لايك وكومونتير وكنبغيكم كاملين.